الرحمن الرحيم، يا صباح الورد والياسمين. طلع في مزاجي كده الصبح اول ما صحيت ان انا اعمل لي كوبايه نسكافيه ملهاش حل زي اللي بتتباع في الكافيهات، فقلت اشارككم في الطريقه اللي هعمل بيها رغوه النسكافيه. ادي الخلاط بتاعي، هجيب فيه مقادير متساويه بفنجان القهوه ده اهو، نسكافيه وميه وسكر. يعني هعاير بالفنجان ده واحد نسكافيه بودر نسكافيه وواحد سكر وواحد ميه، وحطيتهم في الخلاط وهبدأ ان انا اضربهم بالخلاط اليدوي بتاعي ده لغاية اما تبقى عاملة زي الكريمة. هضربها ووريها لكم شكله اثناء الضرب. شايفين اللون بدأ ان هو يفتح بس لسه سائل، هخليني اضرب لغاية ما يبقى الخليط سميك جدا. طبعا مش هقدر اوريكم لانه بيتحرك، لازم ان انا اكون ماسكة الخلاط بايدي. هخليني اضرب فيه لغاية ما يوصل للقوام المطلوب وهوريه لكم. حابة اوريكم برضو كل مرحلة بيوصل بيها الخليط بتاعي. شايفين تقل ازاي؟ لسه استمري في الضرب كمان لغاية ما يجمد خالص، افتح اللون والكمية تضاعفت. يعني شايفين، شايفين الشوية اللي كنا حاطينهم كانوا قد ايه، ودلوقتي وصل الفوم في الخلاط لغاية قد ايه. هستمر في الضرب وهوريه لكم في شكله النهائي. ادي رغوة الكابتشينو بتاعنا او القهوة، ممكن تعمليها باردة ممكن تعمليها سخنة. تعرفي ازاي انك وصلتي للنتيجة المطلوبة؟ لما تلاقي القوام تخن جدا لدرجة انك تقلبي الخلاط والنسكافيه اللي فيه ما يقعش كده، تبقى انت والشكل اهو فاتح خالص كده خلاص. هنسخن الحليب بتاعنا بقى ونشوف شكل النسكافيه هيبقى شكله ايه في الشكل النهائي. شايفين الشكل النهائي يا جماعة؟ متخيلين الكمية قد ايه؟ يعني من الفنجان الصغير بتاعي ده 3 مقادير متساوية، مية نسكافيه سكر، شوفوا عمل لي كمية رغوة قد ايه ما شاء الله، يعني قربت تملى الخلاط. هحطه في علبة نظيفة وجافة طبعا ليها غطا، وهاخد منه معلقتين. الكمية دي ممكن تقعد معاكي على حسب استخدامك بقى، ممكن اسبوع. اما نشوف الشكل النهائي، جبت مج شفاف اهو وعملت فيه كده حركات من جوه بالشوكولاته اللي هي السايله الهرش دي عشان يبقى الشكل باين اهي زي اللي بيتعمل في الكافيهات بالظبط، وما خدش اي وقت خالص. وسخنت الحليب بتاعي، هحط معلقتين من خليط القهوه اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ شايفين هشة وقوية جدا. تاخدي بقى الكمية اللي انت عايزاها، حط مثلا 3 معالق اهو. هوا هوا جميلة جدا جدا جدا. وهجيب الحليب بتاعي وهبدأ اصبه بالراحة جدا. واو، شايفين؟ شايفين الرغوة قد ايه؟ وشايفين الشكل تحفة جدا. ولو محتاجة بقى تزودي سكر زودي زي ما انت عايزة، بس انا ايه بحب اشرب الحاجة سكر خفيف. وهزين الوش دلوقتي بشوية كاكاو، هوريلكوا شكله في النهاية. شايفين؟ احلى كوبايه نسكافيه تشربيها الصبح واحلى مزاج. شايفين؟ والحركات بتاعت الشوكولاته بقى اما تسيح مع اللبن الساخن تحفه جدا. ولما تحطي بقى على الوش الكاكاو روعه روعه روعه. صباح الفل ونهاركم زي الورد ان شاء الله، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. شايفين الرغوة قد ايه يا جماعة؟ يعني حوالي نص الكوباية، يعني من اول هنا الرغوة بتاعت الكابتشينو بتاعي. لا شكله حلو جدا جدا جدا، فعلا يستحق التجربة. وفعلا بقى اثبتت التجارب ان احلى حاجة انك تعملي كل حاجة في البيت، انضف واحلى واجمل وارخص واوفر وكل حاجة. جربوه على ضمانتي، احلى نسكافيه واحلى مزاج. شكلي هنافس ستاربكس وكوستا والحاجات دي. حلو جدا 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 وسهل، وعمل لي كميه كبيره، ويكفي ان انت اللي عاملاه في البيت وعارفه انت عامله ايه والمكونات ايه. جربوه على ضمانتي، تحفه جدا.
نهاركم زي الفل، واشوفكم فيديو تاني قريب جدا بإذن الله. صباح الورد على عيونكم. باي باي.